وخلال اتصال هاتفي في نشرة سابقة، أكد سعادة المهندس جمال عبد العزيز العلوي الأمين العام لمجلس المناقصات والمزايدات أن هذا التتويج الدولي يعزز من سمعة مجلس المناقصات والمزايدات، ما يزيد من ثقة الموردين والمقاولين في مناقصات المجلس والمشاركة فيه. هذا التتويج الدولي الحمد لله يعزز من سمعة مجلس المناقصات دوليا، وبالتالي سمعة مملكة البحرين، ويخلي الموردين والمقاولين والجهات المتصرفة كذلك محليا ودوليا يثقون أكثر في مجلس المناقصات والمزايدات، وبالتالي هذا بيعزز ثقتهم بالمجلس، وبالتالي بنجد مشاركة أكبر وأكثر وإقبال أكثر على الدخول في المنافسات والمشتريات الحكومية. طبعا احنا اليوم نتكلم عن هناك تقريبا ما يقارب من 11 ألف مورد مسجلين لدى المجلس، يمكن حوالي 2700 منهم مقاولين وموردين من خارج مملكة البحرين. فحصولنا على هذه الجائزة يعزز من السمعة الدولية اللي نتمتع بها، وبالتالي بنحصل نسبة مشاركات عالية في المناقصات.